السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة. اليوم معنا المحاضرة العاشرة من محاضرات برنامجنا الهندسي الهيكراس. بهاي المحاضرة طلاب راح نتعلم شلون نقدر نمثل البوابات اللي هي ضمن بارت الانلاين ستركتشر باستخدام برنامجنا الهندسي الهيكراس. طلاب مثل ما نعرف احنا المنشآت او هذا النوع من انواع المنشآت الهيدروليكية اللي هو البوابات تستخدم مع منشآت ثانية او بمقدم النهر. الغرض من عندها التحكم، تعتبر كنوع من السدادات او الصمامات، الغرض من عندها انه تتحكم بكمية التدفق المائي. هنا يا طلاب ده تلاحظون هو كمقطع طولي ضمن اي نوع من انواع السدود الغاطسة مستخدم بوابات، كمقطع جانبي سايد فيو لها طلاب، هاي نوع احد انواع البوابات امامكم، تكون عملية الرفع لها ورفع هيدروليكي حسب مناسيب المياه، تنخفض نرفعها، ترتفع تكون عملية خفض إلها، يعني إنه استخدامها بهالشكل هذا. شلون راح نقدر نمثل هذا النوع من المنشآت الهيدروليكية الإنلاين ستراكشر باستخدام برنامجنا؟ راح نتعلم إن شاء الله اليوم بهاي المحاضرة. أول شيء نروح نفتح البرنامج، نختار أحد الفايلات اللي أنشأناها سابقا طلاب، تلاحظون أمامكم، أوكي. بعد ذلك راح نقول له Edit Geometric Data. خلني نكبر حتى تشوفون طلاب هنا، إذا تذكرون المحاضرة السابقة تعلمنا شلون ننشأ وير هنا أمامكم، فإن شاء الله اليوم راح نتعلم إنه ننشأ ضمن الإنلاين ستراكشر هذا النوع من أنواع أيضا أحد كبارت من الإنلاين ستراكشر اللي هو الجيت. فنختار طلاب الوير إمباكتمنت كملناه بالمحاضرة السابقة، إن شاء الله اليوم راح ناخذ الجيت. فطلاب تلاحظون امامكم اقول لك اول شيء جيت جروب، سمي لي الجيت، بامكانك انه تغير اسمها من طلاب انه تقول له انه اختار لي اسم ثاني لها، رينيم جيت جروب، تقدر انه تغير اسمها كان نسميها واحد، اوكي. بعد ما سميناها واحد يطلب من عندك البروبرتيز، اول شيء يطلب من عندك نوع البوابه. من درسنا البوابات سابقا طلاب اخذنا انواع تكون اوفر فلو، اما مغلقه او مفتوحه، او سيلوز جيت او راديال جيت. هاي طلاب امامكم انواع البوابات، بالمناسبه اي نوع من هاي الانواع تختارونه الريكويرمنت مالته حتختلف. مثلا النوع الاول ليطلب من عندك فقط الديسشارج كوفيشنت الها، بينما اذا اخترنا النوع الثاني الراديال حيطلب من عندك اللي هي تكون دائريه او نصف دائريه، ليطلب من عندك مركز الدوران او مركز الارتكاز الها، الاوبننج وين دا يصير، والهيد بالنسبه لمركز الارتكاز الها وين دا يصير، وكذلك الودز. فكل من او ايضا الدسشارج كوفيشنت، فكل نوع راح تختلف متطلباته. هذا تلاحظون امامكم طلاب. فاليوم مثلا خلينا ناخذ احد الانواع هو النوع الاول. يطلب من عندك من النوع الاول هو الدسشارج كوفيشنت. طيب دين بنعطيك الرينج، بما ان طلاب احنا من بلشنا لحد الان كل القيم بدنا ناخذها افتراضيه، ان شاء الله من نكمل كل هذا الشيء بالمراحل المتقدمه راح نتعلم طلاب انه ننشئ او نسوي ان شاء الله انه شلون بدنا نعرف انه احنا نستخدم بروجكت حقيقي ونستخدم قيم واقعيه. لحد الان القيم اللي نستخدمها هي قيم افتراضيه، فنعطيه 0.65. نرجع طلاب ليطلب عندك الجيومتريك بروبرتيز، الخواص الجيومترية للبوابة، من أنطيه ويدث أو هايت، بما أنه قيم افتراضية مو أنطيه من احتباطا من يمي، حسب تصميم النهر، حسب المنشأ اللي راح أصمم وياه، حسب الداتا الشانل. يعني مثلا أني مثلا أرض النهر عندي مثلا فد مثلا أو ارتفاع المي بي مثلا فد 3 أو 2 وأنا ناطيته مثلا فد 7، فالمن اذا تقول ما نعرف ترجعون طلاب للكروس سكشن وتتاكدون ايضا الكروس سكشن هنا لكم وينه، تاكدون طلاب بالنسبه للمنشا الى هاي خواص ما قدرت تشوفون تلاحظون امامكم هنا، او بامكانكم من مكان ثاني اللي هو من نفسه من الانلاين ستراكشر هي طلاب هاي هنا الوير سابقا حتى انه تعرفون تنطل قيم من وين، لازم تكون متوازنه مع هذا النوع. فهسه نرجع طلاب للجيت، راح ننطي اول شيء هاي الارتفاع كان ننطي 2، الويدث 0.5، الانفيرت كان تكون طلاب نقطه الارتكاز لها او الدوران 0، هذا النوع الاول اختاريناه احنا. فيطلب من عندك هنا طلاب الهيد ريفرنس، هنا نرجع على هاي طلاب السبميرجد اورفيس فلو، اكو نوعين طلاب من انواع الغطس بالنسبه لهاي المنشات، اما سبميرج تكون غطسه كليا او بارشل سبميرج، فهاي النوع اللي هو سبميرج اورفيس فلو بده يقول لك الكوفيشنت الها شقد. نجي على الهيد ريفرنس، طبعا عندنا نوعين، ارتفاع الماء وين يكون للسنتر، سنتر البوابه او سنتر الفتحه لو للسيلز وين حافه العليا،
نرجع طلاب يقول لك اختار لي نوع الوير تشتغل بيه انت هنايا. ايضا عندك 3 انواع من الوير، البورد والشيرب والاوك، اي نوع تختاره. هسه احنا راح نثبت على النوع الاول. نرجع ونقول كل نوع راح نختاره المتطلبات والريكويرمنت الخاصه به حتختلف، حسب مثلا المسيل المائي او مطفح راح نختاره، او النوع الاول او هو يعتبر النوع الشاع او الموجود، يعني حسب النوع راح تختلف المتطلبات مالته. نرجع هنايا يقول لك طين الستيشنات الخاصه بها الكروس سكشن نفس ال هاي طلاب. بعد ما انطيناه حنقول له اوكي، حنثبت له طلاب. بعد ما ثبتنا له اوكي، هاي مثل لنا البوابه هنايا بهذا الشكل هنايا طلاب. هسه نرجع راح انه بعد ما غلقناها نرجع وكانه البرنامجنا الرئيسي هياته، راح نقول لها هنايا طلاب الستدي فلو داتا، تلاحظون امامكم ونغير بيانات هاي شيء، راح ننطيه وكانه ران للبرنامج انه هنا كومبليت. فننطي هنا يا رن طلاب. هسه تلاحظون امامكم هنايا دا يقول لك طلاب هنايا دا نكمل، دا تلاحظون امامكم. هسه انا دا اقول له راسا رن للبرنامج تلقائيا، لا اطلب من عنده اوكي، يقول لك كومبليت. دا يلاحظ عمليه الخطا، يقول لي ما ممكن انه اكمل لك عمليه الرن لان انت ما انطيتني شقد التصريف اللي يمر عبر البوابه. فهاي المفروض ننتبه لها. نرجع طلاب لمن نغلق هاي لهنايا للستدي، الستدي فلو داتا لازم نسوي عليها تعديل. بعد ما نختارها طلاب نروح على خيار اوبشن نقول له جيت اوبننج، هي طلاب اللي يقول لك هنايا نعطيه ايش قد التصريف الاول، كان نعطيه مثلا 20، ايش قد التصريف يكون الثاني لها، كان يكون 3 متر مكعب على السكند. بعد ما ثبتنا هاي البيانات نقول له ابلاي داتا، طبقها على الداتا الاصليه. بعد ذلك طلاب بعد ما نقول له ابلاي داتا سيف فلو داتا، راح نثبتها سيف الفلو داتا. بعد ذلك طلاب هسه نرجع نقول له وكانه اناليسس او سوي لنا ران للبرنامج، سوري من هنايا بالضبط طلاب هاي كومبليت. نلاحظ هنايا ايضا عندنا هنا تكون نوعا ما ان الكومبليت يقول لك الكومبليت وان، بس حنسوي ران طلاب النتائج اللي سويناها كومبليت. افتر ذات هسه هنا يقول لي هنايا خطا، وين جيت وان has an opening height greater than the maximum height of the profile one. يقول له انه البوابة الاولى بالopening ارتفاعها greater than the maximum height of profile one، فلازم نعدل. لما نروح وكأنه نروح لتصميم البوابة نعدل بيه طلاب. شلون دا اعدله؟ كما تلاحظون هسه نرجع هنايا نقول له close، اوكي هنايا نقول له close. بعد ذلك نرجع للجيومتريك داتا، ايش راح نقول له بالجيومتريك داتا؟ نفتحها طلاب امامكم تلاحظون هذا الشيء. حنروح نقول له للانلاين ستراكشر، راح نختار بالانلاين ستراكشر. فطلاب الخطا كان انه احنا اللي مختارين هنايا تلاحظون امامكم بالداتا انه احنا هنا مختارين من اختارينا اوبشن وقلنا جيت اوبننج، كنا هنا الارتفاع اللي منطينا طلاب هو اعلى الاوبننج ارتفاع الفتحة، فكان منطي هنا المفروض ننطي مثلا كنقول 0.5 اوكي. بعد ذاك نقول له apply data، بعد ما نقول له apply data راح نقول له save flow data. بعد ما سيبنا الفلو داتا طلاب هسه نرجع نسوي له وكأنه run للبرنامج. شلون بدنا نسوي له run مثل ما فطلاب هسه نسوي run للبرنامج، نقول له complete، اتم انه عملية الران، حنقول له closed. هسه نرجع طلاب ان نشوف النتائج اللي طلعت لنا بعد عمليه التمثيل. هذا الكروس سكشن طلاب، هاي النوع هنا البوابات اللي انشات اللي هي تكون مع الوير، تلاحظون امامكم طلاب هنايا. اذ نفس الشيء هنا طلاب بدنا نمثل انه الجراوند وين او الجريد اليفيشن ايضا الها وين، كل هاي البيانات امامكم بدنا تمثل طلاب. هذا يا هو الكروس سكشن للوير هنايا وكانه مع البوابه. نجي على النوع الثاني او الرسم الثاني اللي تكون بروفايل كمقطع طولي طلاب. هنا اذا تلاحظون امامكم هاي هنا انشانا احنا النوع من انواع الوير. لا تلاحظون طلاب هنا هاي البوابات هنا نتحكم بمستويات المياه. لا تلاحظون امامكم هذا بالبروفايل اللي هو اكس واي زد انه بروفايل بلوت كانه المقطع الطولي. ايضا بامكاننا نستنتج الداتا او البيانات الخاصه به، نعم بروفايل اوتبوت تيبل، هاي طلاب بيانات الداتا بالنسبه تكون دائما لمن للجيت او للبوابه او للوير. كل نوع من انواع المنشات بامكاني انه اطلع لهنا طلاب تلاحظون امامكم حتى فرود نمبر بده ينطيك اياه ايش قد قيمته، هل هي كريتيكال السلوب الجراوند اليفيشن كريتيكال اليفيشن
الجريت اليفيشن، كل هالبيانات دي تستلمها وكأنه بيانات اكسل كاملة. بعض الطلاب بنلاحظ هنا امامكم هذا الرسم، هنا يا طلاب هاي هنا الوير وهنا هاي البوابة، كون تلاحظون امامكم طلاب نتحكم بمستويات المياه ترفع نحو الاعلى او تغلق كأنه رفع يكون الها هيدروليكي. ان شاء الله بهاي المحاضرة تعلمنا طلاب انه شلون انشأ هذا النوع من المنشآت الهيدروليكية الانلاين ستركتشر. بمحاضرتنا القادمة راح نتعلم اللاترال ستركتشر. ما انسى انه اوصيكم طلاب انه تدعون كل زملائكم بنفس هذا الاختصاص سواء من الكلية او من جامعات ثانية بعمل سبسكرايب للقناة وايضا تفعيل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد ينزل بها. دمتم بامان الله وحفظنا، نلقاكم على محاضرة قادمة. شكرا جزيلا.